بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما دخلنا بيانات كتيرة أكتر من بقى بنعمل آد بقى والدنيا كويسة، عايزين نعمل عرض بس للإمبلويز مش إمبلوي. إحنا عملنا فايند على إمبلوي تقريبا كان في مثال 60 أو حاجة، الله أعلم. أيوه زي دي بالظبط، زي جيت إمبلوي، بس أنا عايزين بقى جيت إمبلويز، يعني هتبقى قريبة جدا من دي بالبرنت بتاعتها. خلينا كده، وأقوم جاي أنا واخد من الاكزامبل ده كده، سيب از واعدل ما يلزم وخلي 62. لا سوري، ده احنا ده كام ده؟ 4. ماشي اول حاجه العنوان ده هيبقى فيه تغيير. اولا دي هخليها جيت امبليز، ثانيا مش هيبقى لها اي انبوتس، خلاص جيت امبليز وخلصنا. هنا برضه العنوان ده مش هيبقى مظبوط، احنا اخرنا امبليز هيبقى دوت جيسون بس على طول، يعني العنوان دوت جيسون مباشرة، يعني هيبقى عامل كده يعني اند بوينتس وبعد كده دوت جيسون هي على الامبلويز على طول بدون ايه اي تدخل. مفيش بارامترز، مفيش ديتا، مفيش اي حاجة، مظبوط. كل باقي زي ما هو، كل باقي زي ما هو، يبقى اللي اختلف بس معانا العنوان بتاعنا بس مش اكتر. طيب في هنا كول فايند، هنا ما فيش عندنا كول فايند، هتبقى كل ايه، كل جيت امبلويز، ما فيش اصلا، هي جيت امبلويز وخلصنا. طب برنت امبلوي كانت موجوده عندنا، يعني ممكن نقدر نستغلها في ان احنا نقدر يعني نشتغل يعني اكتر من مره. فانا ممكن اقول دي كول مثلا، ماشي، امبلويز ليست، كول امبلويز ليست، مش هقول له انبوت حاجه خالص، لكن هقول له جيت امبلويز ومش هبعت طبعا اي داتا. جيت امبلويز دي طبعا هترتيرن ليا امبلويز، صح، بيانات، وهستغل ان انا برنت امبلوي عادي، بس انا لازم اعمل لوب عشان اقدر امر على بيانات الناس يعني. فانا هقول له فور، طبعا دول دي على بعضها اول امب عشان ما حدش يتلخبط، فور امب ان اول امبس في كل الايه الموظفين، هاخد واحد واحد، ولازم اتاكد ان هو مش فاضي لان ممكن يكون راح فاضي. فانا اقول له اف ان الام لا يساوي نان، ما يكونش جاي لي فاضي، ما يكونش دوكيمنت فاضي. في حاله ان هو دوكيمنت مش فاضي فهقول له ايه، عايز اقول له ايه، برنت امبليز، فهقول له برنت امبلي، هي موجوده اهي، هي دي برنت امبلي، وبعت له مين الامبلوي. ممكن اخد اعمل ما بين كل امبلي وامبلي يعني فاصل، يعني اعمل كده برنت مثلا، اعمل كده عشان يبان ده كل موظف لوحده. تعال نجرب، طبعا انا كده عملت كل امبلست دي فانكشن وانادي عليها، بس تعال نجرب كده بسم الله. طبعا مش محتاجه مني اي انبوتس، غابت سن، جابت من الانترنت، وبعد كده طبع دي وقال لي الاي دي كذا، النيم كذا، الديبارتمنت كذا، والفونز بدأ يرص لي الفونز، ممكن شيء من دي اتنين ماشي، واللي بعده رقم 11 مهيمن، رقم 2 قال لي ميسر، كده جاب لي التلاتة اللي احنا عايزينهم بلا اي ايه، بلا اي مشكلة. يبقى كده احنا عملنا ان احنا نجيب اكتر من ايه، نجيب البيانات بتاعتنا بدون ايه، بدون مشاكل، بقيه البيانات بتاعت كل ال ونعرضهم كلهم بتاع كل الامبلويز ونعرضهم. يبقى كان كده ده الايه، جيت ليست، امبلوي ليست. ممكن نحسن طبعا شكل العرض، نعمله تيبل بتاع الكلام ده، اخدته برضه في كذا حاجه قبل كده، ممكن تقدروا تحسنوا الشكل زي ما انتم عايزين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.